على اللوجمون سوسيال السكن الاجتماعي. دونك السكن الاجتماعي جاه ثقيل. علاش؟ كانوا يسيسوا به، كان هذيك اللغه الشعبويه على السكن الاجتماعي. حنا درنا اقتراحات فيما يخص السكن الاجتماعي، واقتراحات واضحه في اطار اللامركزيه الاجتماعيه والاقتصاديه. Dans le cadre de la décentralisation économique et sociale, où une raïs baladia yaoud yaoud le baham ta'ou ou salahiyat ta'ou. Logement social, fi oulayat moutahida moujoud, fi Firenze, fi Europa, logement social moujoud. Hna wach nkoul? Nkoulou fi ma khous had sakan ijtimaai. Thuluth tedefou le baladia. Ou thuluth tedefou le doula. والثلث اللي يبقى يدفع المواطن، نديرو له كالندري تاع ولا حد 25 سنه. وانتهينا من الامر، وانتهينا من لوجمون سوسيال، وما نزيدوش نديرو السياسه على ظهر الفقراء وعلى ظهر الناس اللي راهي تحتاج، ونعالجوا المشكل بطريقه نهائيه وعلميه وشفافه. ماشي الوالي ولا الوزير اللي يتصرف في هالامور هذه. هذه أمور سهلة. هذا هو الشيء اللي احنا اقترحناه في عهد 54. غدوة الصباح نبداو، غدوة الصباح نبداو في اللوجمون سوسيال، والناس كل تدي اللوجمون سوسيال تاعها. وكل، ديروا الاستدامة ما نديروش به السياسة.